إذا كنت تحلمين ببشرة أكثر بياضاً فعليك باستعمال كريم قشطة البقرة. إذا كنت تحلمين بأن تكوني مجزة السنين فاستعملي قشطة البقرة. إذا كنت تحلمين بأن يجري خلف الجميع رعاة البقر والبقر أيضاً فاستعملي قشطة البقرة. مع إحدى جمهور قشطة البقرة، إيه رأيك في الكريم؟ حقاً لقد استخدمته. إنه حقاً لكريم مذهل، لقد كنت شكلك هكذا والآن أصبحت هكذا. نعم لقد خسرت إنشائين من كرشي وإنشائين من أردافي. لقد جربته أيضاً على زوجتي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي. نعم. المقربين فقط. سبنا كاس بلاك. عندك ايه تشرب بلاك؟ عندي فودكا، واين، ويسكي، اللي انت عايزه. لا صب لي عرق سوس من ده. لا ده مش عرق سوس، ده برميل مخلل. يبقى نلعب كوتشينه ريتش. يلا ريتش نلعب كوتشينه. يلا هيصل. وطالما هنلعب كوتشينه يبقى نلعب بوكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. بقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب. يا جماعة حبايبي اهدى. انا مش هسيبك النهاردة. يا جماعة في ايه؟ انت كل مرة تسيت انت تضرب فيا. انت انتخلات يا اهدوا. انتوا رعاة بكر وبتسكروا. صلوا على النبي. الشيطان دخل ما بينكم. عدوا حصل خير. عدوا. عايزين كوتشينا؟ انتوا يا اللي قاعدين انتوا. ايوة. عايزين كوتشينا؟ يا ريت. كاتي اديهم كوتشينا. احلى كوتشينا للرجال. ايه ده؟ كيتي؟ سيمون. كيتي اختي. فتاة ليل. كل ده وفهمانا انك شغاله ممرضه يا كلبه. سيمون ما تفهمنيش غلط يا سيمون. ما فهمكيش غلط ايه ده؟ انا قافشك في بار. هو انا الاقيكي في مدرسه؟ سيمون انا بشقى عشان اجيب لك الفلوس اللي هتسكر وتلعب بيها قمار. ملعون ابو الفلوس كله الا الشرف. ما انا مش بفرط فيه كله. كله زي نصه يا اختي. شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مره واحده، لكن انت عامله زي الولاعه السخان بالوقت تولعي وتطفي كتير. انا لازم اخد طارب ايدي. لا يا سيمون ما توديش نفسك في ده يا سيمون. انا ما استاهلش. يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. سيمون انا باخد 5000 جنيه في اليوم. طب مش تقولي ده كلام. وساعات 250 جنيه اوفر تايم كمان. ده بلاستيك ما بيعورش. والله. لا ايه ده؟ ده على كده حلوه جدا شغلانه فتيات الليل دي. عايزين شباب ليل؟ هبقى اسالك ما دامش شو صاحبتي الشقه. طيب خلاص يلا روح افتحي للزباين وانا قاعد هنا. سيمون خد هنا تعالى. انت في بار بلاك، عارف يعني في بار بلاك؟ اختك دي انا اللي بسرحها. انت اللي بتسرح اختي بلاك؟ ايوه. بص شعرها حلو ازاي. يعني كل ده وتطلع كوافير في الاخر. وانا صغير كنت اشتغل كوافير. بص كنت عاجبك قوي. يلا سلام. يلا يا مسيطانة. ايه رايك فيا؟ لك انت شكمت. انا انت مش طبيعي. انت ازاي قدرت تقنع سيمون اخويا انه يسيبني وبالسهوله دي؟ عادي انا اقنع اي حد باي حاجه. انت خطير قوي يا بلاك. صدق انا شغاله معاك بقالي كتير قوي لحد دلوقتي ما اعرفش انت اسمك بلاك ايه. بلاك بيري. ريتش انا مش شايف عينيا فيها حاجه. لا ما تقلقش، هي بتبتدي كده بس. انا هعالجك بالطبيعه مش بالدواء. الخيار مفيد جدا للعين. عايزك تركز بقى. اول ما احط لك الخيار ما تتحركش. ها حاسس بايه؟ شايف سلطه. ثبت دماغك. في مشاكل تاني في وشك؟ ودانك فيها حاجه؟ وداني وانا صغير دخل فيها تحلب ما بسمعش كويس. يا ريت تحط لي فيها بسله. لا ما هو ده غلط شائع بقى. البسله ما بتعملش حاجه، الجزر هو اللي بيعمل، لان الجزر بيقوي السمع معروفه. ركز معايا. ها سامع حاجه؟ سامع صوت ارانب. يبقى العلاج ماشي كويس. في مشاكل تاني؟ بقك فيه حاجه؟ بقي فيه بعض الناس بتقول لي سنتك دي مكسوره. ما تقلقش، العنب مفيد جدا للموضوع ده. بس تخليه في بقك، اوعى تشيله. 3 ايام. ها
في مشاكل تاني في وشك؟ يبقى العلاج جاب نتيجة، وناخد البني آدم دوت ندخله في الفرن نص ساعة، هيطلع لنا طبق جميل نفطر بيه كل يوم، ويا جماله يا جماله يا حركاته يا تكاته. انت بتعمل كيكة سفنجية؟ يا ابني والله الحاجات دي مفيدة للوش. يا عم تعالى نلعب كوتشينة، ولا نجيب الأول أخته ترقص لنا شوية. انت فاكرني بزعل؟ ما بزعلش خالص، هي اللي بتزرف عليك. ظابط؟ لا دي بدلة كمساري. والله ولا بدلة كمساري، دي بدلة اللي بياكل الزرافة في حديقة الحيوان. جود مورنينج جايز. جود مورنينج شريف. ايه يا ريتش؟ شريف مين؟ اسمه شارف. شارف يا عم. ايه يا شريف انت هتمثل شريف؟ ايه يا شريف؟ شريف دي اسم، لكن شارف وظيفة. جود مورنينج وظيفة. جود مورنينج شريف. اسمها شريف. انت ايه مخك تعبان؟ سيبكم الاسامي، صباحو عسل يا معلم. صباح الفل. هاي يا شارف، ازيك؟ اتلم يا بنت اللي لبسك قضيه اداب. سيبي دوجلاس يا كتي في حاله، اصل هو النهارده مش متظبط. وانت ايش عرفك بقى ان انا مش متظبط؟ هو انا اول مره اعرفك؟ هتوه عنك يا دوجلاس. بس مين ده؟ ده دوجلاس. ده مفيش شعرايه في وش دوجلاس. ايه، اروح اتصرف انا في الموضوع ده. بقول لك ايه يا دوجلاس، تيجي تلعب معانا كوتشينه؟ لا مش عايز العب كوتشينه. قوم يا ابني تعالى العب معانا. بقول لك لا، بقول لك مش هلعب كوتشينه. ليه يا ولا مش عايز تلعب يا ولا؟ ما لعب كوتشينه يا ولا، تعالى يلا انجز يا ولا. مش هلعب، احنا في مصيبه. مصيبه ليه يا ولا؟ ما لسه يا ولا مفيش مصيبه ولا حاجه. يا يا جماعه صدقوني احنا في مصيبه. مصيبه ليه دوجلاس؟ انا كده نحس، كل ما اروح في حته يحصل فيها كارثه. بلاك هات له كوبايه ميه خليه يهدى. الميه مش هتعمل لي حاجه. هات له كوبايه بيره يمكن يهدى. البيره بتدخلني الحمام. هاتوا له حقنه هوا ونخلص منه. الهوا بيدخلني الحمام. هاتوا له بامبرز. البامبرز بيجيب لي تسلخات. هاتوا له بودره ثلج. عايز ايه؟ خلصنا. ما تقول يا دوجلاس بقى، في ايه؟ يخلص يا دوجلاس. يا دوجلاس في ايه يا دوجلاس؟ حد فيكم يسمع عن كوشه؟ كوشه كوشه. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. هو ده كوشه؟ لا ده ابن حميدو. حد فيكم يسمع عن كوشه؟ لا. لا كويس انكم ما سمعتوش عنه، لانكم لو كنتوا سمعتوا عنه ما كنتوش هتعرفوا تناموا. ليه؟ ناموسه؟ لا يا اخويا مش ناموسه، مش ناموسه، ده واحد كان من اهل البلد هنا وسافر لف امريكا كلها وعمل مصيبه في كل ولايه دخل فيها ومطلوب في كل الولايات، يعني وونتد. لا واللي سمعته بقى انه راجع على اخر الشهر. راجع هنا على اخر الشهر؟ راجع البلد. جدا اخر الشهر يكون القبض برضه روق له المكان ويجي ينام نومه حلوه. طب وايه يعني يا جماعه؟ يعني لما هيجي هيعمل ايه؟ هيعمل بلاوي. ده راجل ما بيتفهمش غير بالقتل والسرقه، واي بلد دخلها فرض على اهلها اتوات وخد منهم فلوس. يا اختي عليه قلبص بجنيه. طب انا عندي حل كويس جدا. إيه؟ احنا نبلغ البوليس. البوليس مش هيقدر يعمل لكم حاجه. انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. انا عندي حل احسن. احنا نهرب ونسيب البلد. لا انا ما سيبش البلد دي خالص. يبقى ما فيش غير حل واحد. إيه؟ نستنى كوشة اول ما يجي ونوطي نبوس جزمته ونقعد خدامين الجزم ونقول له احنا رجالتك يا كوشة يا ابو الكواشيش. عندك حق. ده هو اصلا كمان انا سمعت انه قتل 7 من رجالته قبل كده، يعني ممكن يقتلنا بكل سهوله. يعني ما فيش غير حل واحد بس. ايه؟ احنا نجيب حد اقوى منه يحمينا ويخلصنا منه. حد اقوى منه؟ يبقى نجيب له ممدوح فرج. لا لا انا عارف مين اقوى من كوشه. مين؟ اقوى برك. والله بامان.
اقوى منه بكتير. انا رحت وعارف. اسمعوا بقى، البنت دي بتتكلم صح. احنا نجيب واحد طيب نعمله شرير ونطلع عليه قصص واساطير مرعبه. ايوه نطلع عليه اساطير مرعبه زي اسطوره بكار مثلا. طب احنا دلوقتي لو جبنا واحد وطلعنا عليه اساطير، فرضا جوشة ما صدقش الاساطير دي واحنا بس اللي صدقناها، يبقى احنا كده عملنا اتنين يفلقونا نصين. نصدقها ازاي اذا كنا احنا اللي هنالفها اصلا؟ المهم هنجيب الوجه الجديد ده منين؟ ده لازم يكون وجه جديد ما حدش يعرفه خالص. يبقى نجيب وجه جديد. برافو. ونجيب جنبه نجم ونجيب رقاصه وننزل الفيلم في العيد الخلطه السكيه. معروفه ملايين يا جماعه. انا خلاص انا ما بقتش. ما بقتش ايه؟ ما بقتش حمل جرح. انا ما بقتش استنى فرح. انا ولا سنه يا حبيبي على الليالي قادر. بس خلاص كده مش هكمل. هي حته بس، ما هو مش عارف غير دي. المشكله بقى هنجيب الشخص الطيب ده منين؟ عندي. مين؟ عندي عبد اشتريته، عبد مكسيكي لسه جايبه من مصر حالا. جبته هنا بيحمي لي الخيل وبيروق الدنيا كلها، واحلى حاجه فيه لا حد شافه ولا حد سمع عنه. قابلته. الله يكسفه، غير الموضوع. احنا نعرف اسمه بس لكن ما شفناهوش خالص. البرتو ده ولد طيب قوي، بيحب اي حاجه بمجرد انه يشوفها. مجرد ما دخل الاسطبل حب الحصينه، حب حدوه الحصان، حب تب، حب المكان، حب الشباب، حب العزيز. اي حب في الدنيا ده اغرب حاجه حبنا انا شخصيا. بس انا سمعت انك بتعامله معامله وحشيه، معامله قاسيه جدا. دي كلها اشاعات يا حبيبي، انا بعامله معامله العبيد مش اكتر. هو البرتو، البرتو هو اللي هيواجه كوشا، احنا نخليهم يواجهوا بعض، ايه رايكم؟ انا موافق. هو البرتو ده، وطالما خلاص لقينا الحل اللي هيوقف كوشا عند حده، يلا نحتفل يا جماعه. يلا احتفال. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في موضوع. امرك يا باشا. عايز عبد كده ولا اتنين يخدمونا في البيت؟ حظك حلو، لسه جاي لي طلبيه عبيد من الجمرك تحفه. نفس البق المعفن ده، قال لي كده المره اللي فاتت، خدت العبد مع اول غسله وبر. والتاني شاط من هنا. ما انت برضو يا باشا ما تتكش عليه بالمكوى. اسمع مني، انا في عبد كنت جايبه ليه انا هشيلهولك. عبد ايه بخطين اسود فابيض، حكايه تحفه والله. ده اكيد صيني يا باشا، ثق فيا بقى مره. انا بعت عبد في مصر نزل قلب الدنيا. العبد؟ فاتح محل حلويات في المولد النبوي وبيكسر مصر. والله. اهم حاجه البرتو ده ما يطلعش مضروب زي الحاجات اللي بتجيبها. البرتو ده احلى عبد جبته. البرتو يا اختي عليه كلبس بجنيه. طالما لقينا البرتو يبقى نحتفل. انا ده رايي. احتفال احتفال يا جماعه. يلا احتفلوا. شارب كاسين ودماغي مظبوطه، واحد فراوله والتاني قوطه. عمرو الجزار ولع نار. عمرو الجزار ولع نار. صحيني عمرو الجزار. هي ولع نار. عمرو الجزار. بس اسكت، في خبط على الباب. استخبى استخبى. يا ترى مين جاي السعادي؟ مين بيخبط على الباب؟ افتح افتح. انا مورجان. اقفل تليفونك دلوقتي. افتح انا مورجان. مورجان مين؟ يعني اكون مورجان فريمان. افتح. عمرو الجزار ولع نار. صحيني فوقني ولعها شعللها شارب كاسين ودماغي مظبوط. بس ادخل يا مورجان، الباب مفتوح. ايه يا جماعه سايبين الباب مفتوح وعاملين مهرجانات؟ ده احنا كده ممكن نتمسك. مش هنتمسك الدنيا ليه؟ ما حدش صاحي اصلا. المهم دلوقتي انا جبت البرت واقف بره وحفظته كل حاجه، بس هو خايف تحت. مش مهم يكون بيخاف، بكره قلبه يجمد. المهم يكون بيعرف يضرب رصاص. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب رصاص، بكره نعلمه. المهم يكون بيعرف يضرب بالبواني واللكاميات ويمسك سنج ومطاوي. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب ولا يشلت، المهم يكون بيعرف يشتم الفاظ مش كويسه.
لا ما بيعرفش، ده مؤدب جدا. يعني ولا بيعرف يضرب ولا يشلت ولا يشتم، مش مهم مش مشكلة، أهم حاجة يكون بيعرف يجري. يكون بيعرف يجري ليه؟ آه يجري، ما لو ما جريش هيموت، فيجري أحسن. صح صح، أنا دخلكوا ألبرتو. ألبرتو دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري جلا 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 جلا. هو علم يلعب. هو ده ألبرتو؟ لا ألبرتو ايه يا جماعة، مش هو ده طبعا، أنا هدخلكوا ألبرتو. ألبرتو أيوة يا معلمي. أيوة يا معلمي، كده كوشة استلم البلد. يا ألبرتو خش جوه. أخش جوه بكل قوة. يخش جوه بكل قوة، ده كده كوشة استلم كوكب الأرض. ادخل يا ألبرتو. ايه بقى المشية اللي انت عملتها دي؟ ها ايه رأيك في مشية صيع؟ ايه رأيك يا باشا؟ لا لا حلو جدا. هو ده ألبرتو؟ هو ده ألبرتو. ايه؟ ايه في ايه؟ انتوا مش عارفينه ولا ايه؟ لا ايه اصلا، انت ما قلتلهمش يا معلمي؟ عايزهم يشوفوك بنفسهم. يا سلام يا سلام، وبص كمان مديني ايه؟ مديني مسدس. ايه ده؟ ايه المسدس ده؟ لا لا ده مسدس حقيقي. ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. مش عايز انا، ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. انا عارف. طب جرب واحدة. لا مش عايز اجرب. انا هدوس كده واعلى الزينات، ها هيطلع على طول. هو اللي هيطلع يا سيدي؟ والله هتتبسط لما تموت، هتتبسط. يا عم مش عايز اتبسط، هتبسط ازاي بعد ما اموت؟ اه تصدق؟ اه هقول لك ازاي. بص لا مش عايز اعرف. ماشي خلاص. خلاص يعني انا لو دست على البتاع ده ممكن يطلع طلقه؟ ايوه يا سيدي هيطلع، ما هيطلع عصير قصب. طيب يعني حد عايز حاجة؟ لا مش عايزين حاجة. طب يا اصل انا بوريكوا ان انا معايا مسدس. حد ياخد منه الزفت ده؟ هاتوا 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 ألبرتو. ايه؟ ما تخافش. مش انت اللي مدوني؟ اه اه يا معلمي.